بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته، يعني الذي يحضر وقت المطر ويرفع ثيابه حتى يصيبه المطر. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، أي جدب وقحط، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي وقال: يا رسول الله، هلك المال، أي من الجوع، وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وما في السماء قزعة، لم يكن في السماء سحاب. قال قتادة: فثار سحاب أمثال الجبال. استجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فثار سحاب أمثال الجبال كثير، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل المطر و يتحادر المطر من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل النبوة، استجاب الله دعاءه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، يعني أسبوع كامل. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، أي من كثرة المطر، وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، أي اجعل المطر حولنا لا علينا. قال: فما جعل يشير الرسول صلى الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة. استجاب الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسحاب ذهب عن حول المدينة، صارت المدينة ليس فيها مطر وما حولها مطر، حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، يعني مثل التاج، وسطه خالي وحوله مشغول، وحتى سال الوادي وادي قناة، اسم الوادي، شهرا، سال الماء شهرا. قال: فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، أي بالخير والمطر، الحمد لله. وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لعل البخاري رحمه الله أشار إلى ما أخرجه مسلم رحمه الله من طريق جعفر ابن سليمان عن ثابت، قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، يعني كشف ثوبه
حتى أصابه المطر، وقال لأنه حديث عهد بربه، أي قريب العهد بالله جل جلاله. باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنساً رضي الله عنه يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يخاف من عذاب الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووقع في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الآتي في بدء الخلق، ووقع عند أبي يعلى رحمه الله بإسناد صحيح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. كان يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا، أي نصرني الله بريح الصبا. الصبا اسم ريح. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا، أي نصرني الله تعالى بريح الصبا. وأهلكت عاد بالدبور، وأهلك الله عاد بريح الدبور. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدث قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، يعني العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وتكثر الزلازل، نسأل الله السلام، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وكل هذا من علامات قرب الساعة. اللهم ثبتنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين ابن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: قالوا وفي نجعنا وفي نجدنا. قال: قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شكركم، وتجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون. الله سبحانه وتعالى ينزل المطر رزقا للعباد، فالمشركون كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، ينسبون المطر إلى النجوم، وهذا كفر، فالواجب عليهم أن يشكروا الله، فبدلا من ذلك كفروا بنعمة الله وأضافوا المطر إلى الأنواء.
حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا أي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية شميس على إثر سماء كانت من الليل، نزل مطر من الليل، فصلى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال: الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، مؤمن بالله، كافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب. فلا يجوز نسبة النعم إلى غير الله. فالذين نسبوا المطر إلى النجوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كفر. فلا بد أن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. فلا يجوز نسبة النعم إلى غير الله. وما بكم من نعمة فمن الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد روى نحو أثر ابن عباس رضي الله عنهما المعلق مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه، لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة. أخرجه عبد بن حميد رحمه الله من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه مرفوعا: وتجعلون رزقكم، قال: تجعلون شكركم، تقولون: مطرنا بنوء كذا. الله أمطر وأنعم، فالواجب الشكر. فهم كفروا بنعمة الله وأضافوا المطر إلى الكوكب، فالواجب أن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا يجوز نسبة النعم إلى غير الله تعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، فينزل الغيث، فيعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. الغيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله. كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، يعني مسرعا، حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، يعني صلى ركعتين
ولكن في كل ركعة ركوعان وسجود سجود السجدتان، حتى انجلت الشمس أي ذهب الكسوف، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. هذا رد على أهل الجاهلية، كانوا يقولون مطرنا ولادة رجل عظيم أو موت رجل عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يخوف الله عباده ليتوبوا ويرجعوا إلى الله. حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا، أي صلاة الكسوف. حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مدة الرضاع، مات عليه السلام، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، يعني بعد الركوع قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، يعني أقل منه، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. كل قيام ركوعان، أما السجود سجدتان، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل ذلك، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، أي ذهب الكسوف، وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله، والله يغار على ما يليق به، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، حرم الله الزنا لأن ذلك فاحشة ومنكر. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم، أي من أهوال يوم القيامة، لضحكتم قليلا
ولبكيتم كثيرا. اللهم اغفر لنا واعف عنا واهدنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين يا رب العالمين. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. عند الكسوف ينادي المنادي الصلاة جامعة، فإذا سمع ذلك الناس استمعوا وصلوا. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأم المؤمنين وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا يريد البخاري أن يروي عن شيخ آخر. وحدثني أحمد بن صالح قال حدثني عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى أي أقل من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى أي أقل من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد. في كل قيام ركوعان، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، يعني كل ركعة قيامان وركوعان. واندلت الشمس قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال أجل، لأنه أخطأ السنة. السنة كل ركعة قيامان وركوعان، والسجود سجدتان، والركعة الثانية كذلك قيامان وركوعان وسجدتان. باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى وخسف القمر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة
وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجوداً طويلاً، يعني كل قيام ركوعان وقيامان، ثم فعل في الركعة الآخرة، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس أي ذهب الخسوف، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وقال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن، وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن. قال: أخبرني أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده ليتوبوا ويرجعوا إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها أن تسألها مساعدة، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية قالت لأم المؤمنين عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. اليهود يعرفون القيامة ولكن كفروا عنادا، نعوذ بالله من الكبر والعناد. فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر أي حجر أمهات المؤمنين، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد صح أن عذاب القبر لمن لا يستتر من البول، ولمن يمشي بالنميمة الذي يبول ولا يستجمر والبول يترشرش على فخذه وثيابه، فالذي لا يتحفظ من البول يعذب في قبره إذا لم يتب. وكذلك الذي يسعى بالنميمة ينقل كلام فلان إلى فلان ويشعل نار الفتنة، فهذا يعذب في قبره إذا لم يتب. فعلينا أن نحذر الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي سعة
سبب لعذاب القبر. اللهم اغفر لنا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، يعني كل ركعة قيامان وركوعان والسجود سجدتان، ثم جلس ثم جلي عن الشمس أي ذهب الكسوف. قال: وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، أي كان يطيل السجود في الكسوف صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس رضي الله عنهما لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، الله أكبر، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا رد على أهل الجاهلية: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، مددت يدك كأنك تتناول شيئا، ثم رأيناك تكعكعت أي رجعت إلى الوراء. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، يعني عنقودا من الثمر، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لو أخذت ذلك العنقود لأكلتم منه إلى آخر الدنيا، لأن ثمر الجنة لا ينقضي ولا ينتهي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تناول العنقود، أراد ولكن لم يفعل. ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، اللهم أجرنا من النار. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، أي الزمن الطويل كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فأمرهن بالصدقة، والصدقة يكفر الله بها الذنوب سبحانه وتعالى. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، يعني انظري إلى السماء. قالت: وقالت: سبحان الله،
فقلت آية، يعني آية من آيات الله، فأشارت أي نعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغش من طول القيام، وشي عليها كاد أن يغشى عليها، فجعلت أصب فوق رأس الماء يعني لكي يخف ذلك. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء رضي الله عنها يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب أي المتشكك لا أدري أيتهما. قالت أسماء رضي الله عنها فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعوذ بالله من النفاق وأهله. يسأل الميت في القبر من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن الذي كان مؤمن في الدنيا يقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن باليوم الآخر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. باب من أحب العتاق في كسوف الشمس، يعني يعتق الرقاب تقربا إلى الله. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، يعني أن يعتق من كان عنده مملوك يعتقه لله تقربا إلى الله. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها المساعدة، فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فاليهود يعرفون القيامة ولكن كفروا عنادا وكبرا وحسدا وبغيا، نعوذ بالله. فسألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة أي صباح مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر أي حجر أمهات المؤمنين، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وقد أرشدنا أن نقول في آخر التشهد الأخير اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار. وعذاب القبر بسبب الذنوب، وعلينا أن نتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. باب
لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. صلاة الكسوف. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس، قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله، فقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إن كسفت لموت إبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد، وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، أي ذهب الخسوف، فخطب حمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه يعني مستعجل حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، أي سمع الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد
وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وقال له إبراهيم عليه السلام، فقال الناس في ذاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، يخوف الله بهما عباده جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول، كل قيام قيامان وركوعان والسجود سجدتان، والركعة الثانية كذلك قيامان وركوعان والسجود سجدتان. كتاب سجود القرآن أي سجود التلاوة. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني قيامان وركوعان والسجود سجدتان. وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني كل ركعة قيامان وركوعان. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما صلى إلى ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة؟ قال أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا لأنه تكبر ولم يسجد. أعوذ بالله من الكبر والكفر. باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، في صف الجمعة يقرأ هاتين السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية.
باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صاد. باب سجدة النجم. قال هو ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافراً. كان كافر معاند عياذاً بالله. باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ورواه ابن طهمان عن أيوب. على كل المشرك لا يصح صلاته ولا سجوده إلا إذا أسلم وتاب. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا يزيد بن خصيف عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. القارئ إذا لم يسجد، فزيد بن ثابت قرأ والنجم فلم يسجد فيها. على كل حال السجود سجود التلاوة مستحب، ينبغي السجود. حدثنا آدم عن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. باب السجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب من سجد لسجود القارئ. قال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد وأنت إمامنا فيها. القارئ يسجد، فإذا سجد سجد السامعون. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه ما يجد أحدنا موضع جبهته، أي لكثرة الصحابة رضي الله عنهم. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا
يسجد عليه رضي الله عنهم. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران ابن حسين رضي الله عنهما: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجب عليه، لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا، أي ما لهذا خرجنا. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري رحمه الله: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد رحمه الله لا يسجد للسجود القاص، أي الواعظ. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليك عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربعي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال: أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس، أما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، ولما مر بالسجدة سجد، نزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، ومن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثني بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، أي صلاة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. سجد في السماء انشقت، وهو يصلي بالناس والناس سجدوا معه رضي الله عنه. باب من لم يسجد باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، يعني من الزحام. كتاب تقصير الصلاة، يعني في السفر. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، يعني أقام 19 يوما يقصر. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا، يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فعلى ذلك لا يتغير.